بابا، مرحبا يا أولاد. ماذا حدث يا ابنتي؟ بدي أكون مصورة. حسناً حسناً، وهذه الكاميرا لك. واو، ادخلي. ما هذا؟ استوديو تصوير. واو، حسناً، اشتغلي. سلام. تفضل هنا اجلس. نمشط الشعر. مرحبا، أريد صورة لجواز السفر. نعم، تفضل. هل هي جاهزة؟ هيا نعيدها. هلا نغيرها. هدوء. والآن؟ وهل هي جاهزة الآن؟ ما هذا؟ افعلي لي صورة جيدة. أخيراً، ما هذا؟ ما هذا؟ خذي صورتك، خذيها. لماذا لم يعجبك؟ لطيف جداً. بابا، ماذا يا ابنتي؟ ماذا حدث؟ ما بدي أكون مصورة، بدي أكون فنانة. رسام؟ حسناً حسناً. خذي الألوان وكل شيء. حظ سعيد لك. واو، تفضل. مرحبا، ارسمي إلي صورة. جاهزاً. هل يعجبك؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذه صورتك. خذي هذه الصورة، أنا لا أريدها، لا أريدها. ماذا حدث مجدداً يا ابنتي؟ ما بدي أكون فنانة، بدي أكون راقصة بالي. حسناً، تفضلي يا راقصة البالي. آي، وجع بابا. آي، يؤلم الساق. آي 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 بابا. ابنتي، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ما بدي أكون راقصة بالي. ممكن تصبحي مدونة؟ نعم. خذي. مرحبا يا أصحابي، أنتم على القناة ستيسي شو. اليوم سنسجل فيديو، اشتركوا القناة ودعوا لايك. مع السلامة.